ازيكم؟ وصلت للمكان اللي هنقضي فيه بقيه الاجازه، وافتكرت حاجه دايما بفتكرها لما اركب طياره، هو ان كان زمان كان عندي حلم ان انا اطلع مضيف الطيران، وكان هدفي ان انا الف العالم، وكنت شايفه الصوره البراقه لمضيفة الطيران، ست رشيقة أنيقة، لبسهم حلو قوي قوي قوي، مكياجهم حلو قوي قوي قوي، بنات رائعة جميلة ولطيفة وبيعرفوا لغات وكل الكلام ده. لغاية ما عدت السنين، طبعا عايزة أقول لكم في العيلة طبعا يعني حاولوا يثنوني عن الموضوع ده ويقولوا لي بقى حاجات كتير تكرهني في المهنة دي، انتي فاكرة ان هي دي مهنة كويسة، ده انتي مجرد خدامة او شغالة على الطيارة، اللي عايز ياكل تحطي له اكل، اللي عايز يشرب تحطي له شرب. واحدة مثلا مرة قالت لي واللي تعبان وعنده نوزية وهيرجع تلحقيه، وكل الكلام ده. حاجة تانية كمان، انتي فاكرة ان الناس بتعتبرهم ستات كويسين، لا 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 لا، ده بيعاكسها وده بيغلس عليها وده عايز يزبط معاها وبيتعرضوا لحاجات ومش عارف ايه والكلام ده. من ضمن الحاجات التانية اللي اكتشفتها بقى بعد سنين وبعد فعلا معرفتي ببعض السيدات اللي هم مضيفات الطيران، وتعرفت على مضيف الطيران كانت في صالون التجميل اللي أنا بروحه، وفعلا كلمتني وقالت لي على المتاعب الكتيرة اللي بيعانوا منها، من ضمنها مثلا التعب اللي بيجي لهم في رجليهم والدوالي وظهرهم، وأحيانا الأذن الوسطى والاتزان والكلام ده. وطبعا يعني بحكم دراستي وإن أنا درست الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، عارفة ان كل مهنة بيبقى فيها مشاكلها وكل مهنة بيبقى فيها تعرض لمدة كبيرة لحاجة معينة، ناس تجيلها كاربال تانل مثلا، تلاقي كل الكوافيرات عندهم كاربال تانل في ايديهم، تلاقي مثلا اللي بيتعرضوا لأبخرة معينة، حاجات معينة، دي كلها بتحصل في مهنة معينة، يعني التعرض للمهنة دي بيعمل المشاكل دي. الحاجة التانية بقى حتة انهم بيتعرضوا لسخافات والكلام ده، واي مهنة فيها احتكاك مع جمهور بأعداد كبيرة لازم يبقى فيها سخافات، وده دايما بيفكرني ان انا افكر نفسي ان كل مهنة ليها متعبها وليها مخاطرها. احيانا بنشوف الصورة البراقة لشغلانة معينة، لكن لو دخلنا فعلا في هذا العمل وهذه الشغلانة يمكن ما تنفعش لينا اصلا، ويمكن ما نقدرش خالص ان احنا نعملها ولا نقدر على متطلباتها، لكن احنا شايفين صورة مجتزأة مش كاملة، شايف الحتة الحلوة. يعني مثلا الاستشارات، انا اشتغلت سنين في الاستشارات الادارية، لما حد بيكلمني على الاستشارات الادارية ان انا لابسة بقى البدلة وبتكلم مع رؤساء مجالس ادارات وقاعدة في ميتينجز وقاعدة مع مدراء وبقول لهم اعملوا ايه ومتعملوش ايه والبوليسي ومش البوليسي، بقول لهم ده الصورة البراقة. لكن في تعامل مثلا مع عملاء مش فاهمين هما بيتكلموا على ايه، او عميل عايز ياخد ازيد من حقه بكتير جدا جدا، وبرده في عملاء بتغلس والكلام ده كله. في جانب مثلا في شغل الاستشارات ممل ممل جدا، اعمال كتابيه وفورم لازم تتملي مثلا، وحاجات لازم تدخل على السيستم، وايه تاني، وريبورتات لازم تتعامل، وبرزنتيشنز كل شوية بنعملها. فكل مهنة فيها الجانب البراق الحلو والحاجات التانية اللي بتضايق. ده برضو بقى يخليني افكر في المفهوم الاعم والاشمل للعمل للمهنة. الدنيا ابتدت تضلم شوية، حاسة ان وشي مضلم بس معلش هكمل.
المفهوم الأعم والأشمل للعمل. أزعل جدا من واحدة تقول لي لا أصلا أنا ما بشتغلش. لا، أنتي ما بتشتغليش شغل تاخدي عليه أجر مالي فلوس، لكن أنتي بتشتغلي وبتشتغلي كتير وشغلك مهم، لو أنتي أم، لو أنتي زوجة، لو أنتي ابنة، والكلام برضو بالنسبة للرجالة. وفي كل شغل احنا بنشتغله، في كل عمل، في كل نشاط احنا بنعمله، في جانب حلو لذيذ ظريف جميل، وفي جوانب تانية ممكن تكون غلسة. طب نتعامل ازاي مع الجوانب الغلسة اللي بتبقى موجودة في مهنة ما زي المضيفة؟ لازم يبقى عندنا شوية بروتوكولات وشوية استراتيجيات ازاي نتعامل مع ده. عشان كده مثلا يعني في الغرب التدريب له أهمية كبيرة جدا جدا، ازاي نتعامل مع الخلاف اللي بيحصل وبينشأ في 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 مكان العمل، ازاي نتعامل مع شخص مثلا رود، وقح، مؤذي. ودي حاجات هحاول ان انا اتكلم عنها، لان حاسة ان احنا ما بنعملش تدريب كافي فيها. ازاي مثلا اتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لو جوني في شغلي، او لو بشكل او باخر اتحطوا في طريقي ولازم اتعامل معاهم. ازاي انظم حاجات معينة، ازاي اعمل حاجات معينة. دي كلها الحاجات اللي هي الجانب الغلس في المهنة او في العمل.